ولكن راح ننتقل لموضوع جدا مهم ومو أي موضوع، يعني ضيفة راح تكون مشرفتنا اليوم في ساعات شباب، وهي قدوة لكل جيل من عمرها، وحصلت أيضا على نجمة جامعة الملك عبد العزيز لعام 2018، ومو بس كذا، لقب نجمة كلية الحقوق لنفس العام، وتعتبر شخصية مثقفة وأيضا في دراستها القانون وفي كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز، قائدة ومبادرة وأيضا فعالة ومهتمة وناشطة في المبادرات المجتمعية، باختصار نموذج جميل للطالبة الجامعية اللي شرفتنا اليوم رغد نهاري. ايش الجمال هذا كله، يعني ما شاء الله ابدعتي. بس نبغى نعرف في البدايه ايش اللي اغراكي وخلاكي تدخلي على تخصص او دراسه القانون؟ هذا الاختيار هل كان موقف او قصه لي؟ ممتاز. بدايه بالنسبه لتخصص القانون، احنا بدايه انا درست الثانويه في تخصص علمي، ما كان في بالي ابدا تخصص قانون للامانه، ولا كنت افكر فيه ابدا صراحه. في برامج مره كثير عندنا في المملكه العربيه السعوديه صراحه ساعدتني جدا اني اكتشف. طبعا كنت حيرانه زي اي بنت حيرانه في الثانويه، ايش يعني تتخصص، ايش التخصص اللي يناسبها، ايش ممكن نسوي بالضبط. كنا مره محتارين كلنا، انا وصحباتي بس كلهم كانوا علمي، فبالتالي كل واحده مثلا اختارت نفس التخصصات اللي متواجده في اللي يعني تندرج تحت هذا القسم. الا انا كنت اشوف او كنت احس يعني اني انا مني هنا. فمن احدى الاشياء اللي صراحه ساعدتني جدا اللي هو ملتقى تخصصات سي واي ام اللي كان متواجد، صراحه حضرت مرتين وكنت في كل مره اعمل الاختبار وكنت اشوف ايش التخصصات اللي مثلا تناسبني، فما كنت اشوف ابدا ان هي تندرج اصلا تحت القسم العلمي اللي انا فيه. قرات في صراحه بعد ما سويت الاختبارات طلعت لي عده تخصصات، فمن ضمنها القانون، وبدات اقرا عنه. جذبتني جدا جدا صراحة السمات نقدر نقول اللي يتميز بها أي قانوني أو محامي، كانت من البداية تجذبني جدا. فصراحة بدأت يعني زي ما تقولي أشوف السمات اللي متواجدة فيني وكمان اللي ممكن يتميز بها أي قانوني. فأتوكلت على الله واخترت هذا التخصص، وأبدا ماني ندمان، بالعكس أنا أحس الحمد لله. جميل جدا. طب خلينا نعيش معاك المنهج شوية، إيش أهم المواد اللي تدرسوها في هذا التخصص؟ ممتاز. احنا طبعا في كلية حقوق بجامعة الملك عبد العزيز عندنا تخصص القانون قسمين، القسم العام والقسم الخاص، يعني مواد القانون بندرسها بكلا القسمين هذه. ففي القسم العام في عدة مواد تندرج تحت هذا القسم وكذلك الخاص. فللأمانة تلاقي الطالبة مثلا تعجبها بعض المواد من هنا وبعض المواد من هنا، دائما يحسب انه احنا نختار من البداية، لكن في البكالوريوس في هذه المرحلة بتكون عامة بندرس جميع المواد. فعند مرحلة الماجستير وقتها مثلا الطالبة بتختار المادة اللي مثلا تعجبها او التخصص الدقيق اللي هي نقدر نقول انه هي حابته اكثر من بقية المواد. حلو. طيب يعني لكل شخص من تخصصه نصيب، انا دائما اقول كذا، فهل بعد دراستك للقانون تغيرت نظرتك للحياة، تغيرت اشياء في شخصيتك، اختلفت ايضا شخصيتك الظاهرة للناس ولا لا؟ ممتاز. صراحة كثير كمان كذا يقولوا هذا الشيء، بصفة مرة شخصية اشوف انه ناحيتين، من ناحية اشياء شخصية فيا صفاتي وسماتي، ومن ناحية نظرتي لبعض الأمور. زي ما ذكرت في البداية أنه هي سمات كانت تعجبني، فكنت دائما أحاول أني أنميها، يعني مثلا أشوف أنه قدرة الإقناع مثلا على سبيل المثال، أو مثلا الفصاحة على سبيل المثال، أو دائما المحامي كذا تكون عنده وجهة نظر دائما تقول أنه سديدة نقدر نقول، فكنت دائما تقريبا هنيه، فكان يجذبني هذا الشيء. فللأمانة سعيت ولسه بسعى اني مثلا هذه السمات على الاقل تكون متواجده فيني ولو على قدر بسيط، لانه زي ما قلت كانت مره تجذبني. فعلى صفه شخصيه كانت هذه ابرز الاشياء اللي تغيرت فيني. وايضا من ناحيه ثانيه ناحيه الوعي على سبيل المثال، يعني تخصص القانون ما نقدر ابدا احنا نفصله من باقي التخصصات، فتلاقيه داخل في جميع مجالات الحياه. فمثلا في اشياء صراحه صرت اقدر اقول انه واعي فيها اكثر، مثلا من ناحيه حقوق وواجبات. انا كرغد او كالاهل اللي حواليني او صحباتي صرت مثلا اعرف في هذه الحاله ايش اسوي او ايش نسوي لو صار كذا، والجميع في جميع المجالات للامانه. فهذه بشكل اساسي نقدر نقول انه رغد، اتوقع انه انت الشخص اللي في العائله دائما يستشيروا، دائما ياخذوا برايه، صحيح؟ تقريبا ايوه خلاص. يعني كمان انا اقدر اقول انه في العائله يعني مو كثيرين متخصصين قانون، خصوصا السيدات يعني. صحيح. طب تكلمنا عن تخصص القانون، تخصص جدا جميل، خصوصا ايضا
للسيدات زي ما ذكرتي، ولكن ايش اصعب شيء في هذا التخصص بنظرك، واللي اكيد يعني حطيتيه في بالك من اول ما دخلتي هذا التخصص؟ للامانه هو قله السيدات يعني في هذا المجال. يعني في البدايه اول ما دخلت انه انت داخله هذا التخصص ممكن يكون هو مجال انه للرجال اكثر فقط. صحيح. فكان هذا للامانه في البدايه نقدر نقول تحدي. للأمانة دحين أنا في التخصص أشوف إنه ما شاء الله تبارك الله، يعني البنات أقدر أقول إنهم مسيطرين تبارك الرحمن في جميع المجالات. تلاقي أصلا أغلب السيدات اللي مثلا يعانوا من بعض المشاكل تلاقيهم صاروا يفضلوا إنه هم كمان يتعاملوا مع سيدات محاميات يعني. طب خلينا نتكلم عن الجانب العملي او التدريب المهني، جدا مهم وخصوصا وقت الدراسه، ففين بتروحي تتدربي؟ ايش الاماكن اللي بتروحيها؟ وهل مسموح لك ايضا ولا لا؟ ممتاز. بالنسبه لكليتنا كليه الحقوق للامانه دائما بتسعى جاهده ان هي بتدمج التعلم او التطبيق العملي بجانب النظري. دائما بتلاقيها صراحه بتسعى لهذا المجال. احنا بندرس طبعا نظري، ولكن بتلاقي فيه جهود واضحة صراحة من المسؤولين كيف إن هم بيحاولوا يدمجوا هذا الشيء. فبالنسبة لي أنا كرغد طبعا بعد دراسة البكالوريوس عشان أحصل على رخصة مزاولة المهنة، بتدرب لمدة 3 سنوات بعد حصولي على درجة البكالوريوس عشان أصير عندي رخصة مزاولة المهنة وأصير يعني محامية. ولكن بشكل أبسط، إحنا طبعا كطلاب وطالبات سعينا لهذا الشيء صراحة. كل أحد بيقدم مبادرة مختلفة. يعني على سبيل المثال في مثلا تجربة صراحة يمكن من أبرز التجارب اللي إن شاء الله يا رب أكون يعني أضفت فيها يعني حاجة بسيطة، ولو يعني أقدر أقول إن شاء الله يا رب يعني تبقى لي حتى لو لبعدين، اللي هو مسابقة نجمة الجامعة. كان طبعا كل نجمة كلية في البداية تكوني نجمة كلية وبعدين تقدمي مشروع، وكل نجمات الكليات عندنا 21 كلية من جميع فروع جامعة الملك عبد العزيز بنقدم مشروع. هذا المشروع بيخدم فئة معينة، فأنا مشروعي كان صراحة جدا جدا متعلق بالتطبيق العملي زي ما ذكرت حضرتك. فكان اللي هو عبارة عن العيادة القانونية. عيادة قانونية؟ أيوه عيادة قانونية. أوكي. العيادة القانونية هي بالتحديد نقدر نقول إنه هي وحدة مستحدثة حتكون في كلية الحقوق عندنا في جامعة الملك عبد العزيز، بتقدم استشارات ومساعدات مجانية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، طلاب وطالبات وإداريات وإلى آخره. بنقدم هذه الاستشارات والمساعدات طبعا مجاني لكل احد عنده مثلا مساله او قضيه معينه. طبعا زي ما احنا عارفين انه صراحه المبالغ المحامين والمحامين ممكن تكون باهظه للبعض، او ممكن ممكن البعض حتى ما يقدر انه يروح وزي كذا. عندنا في الجامعه مثلا طالبه عندها مساله بسيطه مثلا تبي تستشير استشاره بسيطه، احنا ما عندنا تطبيق عملي، فالعياده القانونيه جات زي الحل للطلاب والطالبات ان هم يمارسوا يروحوا برا المكاتب ومحاماه يجوكم وانتم ممكن تعطوهم هذه الاستشارات مجانا. فكره جدا جميلة وعظيمة يعني. فعلا رغد أنت نموذج مشرف وأيضا مثال جميل للطالبة الجامعية المجتهدة واللي حابة تخصصها بعد حصولك أكيد على نجمة جامعة الملك عبد العزيز لعام 2018، وأيضا نتمنى تكوني نجمة جامعة الملك عبد العزيز لعام 2019. تشتغلي على هذا الموضوع ولا لا؟ للأمانة هو بالنسبة للمسابقة يعني الحمد لله حصلت على هذا اللقب في عام 2018، يعني خلاص كل طالبة يعني تحصل عليه مرة واحدة يعني. مرة واحدة. أيوه إن شاء الله الحمد لله. جميل جدا، شكرا لك رغد نهاري. نقول لك محامية رغد من دحين. بإذن الله نحاول نشتغل إن شاء الله. شكرا لك، نورتينا اليوم في استديو ساعة الله. شكرا. مشاهدينا مكملين معاكم وأكيد معانا بعد الفاصل.